صباح الخير يا هاني. يا بنات شكرا. تفضل. السلام عليكم. صباح الخير يا فاطين بيه. ايه جيد ايه جاي مالك في ايه؟ الله ايه الادب اللي حط عليك مره واحده ده؟ تحت امرك يا بيه. لا انت مش مظبوط النهارده. بقول لك يا جعيدي انت متخانق مع مراتك؟ اللي تشوفه يا بيه. بس احسن، واضح ان الضرب بيجيب فايده معاك. بيجيب يا بيه. اللي قول لي بقى المدرسه عامله ايه؟ اصلها وحشتني قوي. كله تمام يا بيه. الانسه الاستاذه مروه جت، والانسه الاستاذه لميا جت، وما فاضلش غير الانسه الاستاذه ساره. ربنا يزيدك يا فاطين بيه. لا لا والله العظيم انت النهارده مش مظبوط على فكره، مش طبيعي خالص. بس انا دلوقتي مش فاضيلك، اخلص الاذاعه المدرسيه وبعد كده اروق لك يا جايدي. والله مضروب يا ابوي عليك يا ابو الفطاطين يا العيب. واذا كنت قد حصلت على الجائزه الاولى في البحث ال 13 ليه يا اولاد، فانا ما زلت اتعلم وساظل اتعلم، ساظل اتعلم حتى اخر نفس لي، حتى اخر قطره من دمي. وحكمه اليوم هي كلما كبرت السنبله انحنت، وكلما ازداد علم العالم تواضع. كان معكم مستر فطين سيد حسان، مدرس الدراسات الاجتماعيه بمدرسه ابناء الغد الخاصه. شكرا. شايف يا دودي؟ واضح ان الجايزه بتاعتي علمت الاولاد الادب. شايف ازاي رافعين ايديهم واقفين مهذبين تقديرا ليا؟ فخور بيهم قوي. صباح الخير يا استاذه مروه. صباح الخير يا مستر فطين. بقول لك يا استاذه مروه، انا المدرسه النهارده كلها متغيره معايا، ومش عارف ايه السبب، يعني ايه اللي حصل لكل ده؟ مش عارف، ما لاقيش يعني عندك تفسير منطقي لكل ده. ما جتش ليه الميعاد اول امبارح؟ ميعاد؟ ميعاد ايه؟ استنيتك في الكافيه اللي قلت لي عليه في الزمالك. بس على العموم انا مش زعلانه، هتيجي النهارده؟ اجي فين؟ فاتين 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 حبيبي، فاتين حبيبي، ايه وحشتني وحشتني. صباح الخير. بعد اذنكم. صباح الخير يا لمياء يا حبيبتي. ايه ده؟ انا بجد حبيبتك؟ طبعا حبيبتي. انت كمان حبيبي وخطيبي. ممكن اطلب منك طلب؟ ممكن يعني بعد المدرسه نخرج شويه علشان انت وحشني قوي. ميه فتفت معي. ميه فتفت؟ ايه ده؟ معقولة الوحشة دي كلها من يوم واحد بس؟ هو ايه اللي بيحصل في المدرسة ده؟ جلوس جلوس. ايه ده؟ لا انا كده مش فاهم اي حاجة. صباح الخير يا استاذ فطين. صباح الخير يا فندم. ابسط يا استاذ فطين، الاستاذ رؤوف صاحب المدرسه وافق لك على الرحلات المدرسيه المجانيه اللي طلبتها منه في بدايه العام الدراسي. والله ده خبر هايل والله. ده مش كده وبس، ده كمان صرف لك مكافاه شهر. شهر؟ حضرتك انا متشكر جدا جدا، ويا ريت يعني تبلغوا تحياتي. هو كان ليه طلب صغير عند معاليك. يؤمر. يا ريت حضرتك تكلم الانسه المبجله بنت اخت معالي وزير التربيه والتعليم عشان الوزير يحضر بنفسه المدرسه ويفتتح قسم الكمبيوتر. طبعا الموضوع ده لو حصل هيفرق كتير مع المدرسه وسمعتها. حاضر، ما تقلقش يا فندم، انا هكلمها. متشكر متشكر يا استاذ فطين. مع السلامه. مع السلامه. اهلا وسهلا، اتفضلي يا سارة. اهلا اهلا. استغفر الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا ميشو يا ولدي. سارة يا حاج اللي كلمت حضرتك عنها. أهلا وسهلا. ازيك يا عم؟ ازيك انت يا بنتي؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، تبارك الله. استريح يا بنتي. يا ولد هات التمر ومية الورد. جاهز يا حاج. اتفضلي يا اخت سارة. متشكرة قوي مستي. اتفضل يا اخي ميشو. جزاك الله خير. تفضل التمر. هنيئا بريئا ان شاء الله. متشكرة يا عم. طيب انا هستأذنكم عشان صلاة العصر وجبت. مع السلامة يا عم. معلش يا بنتي اصلي متوضي. ميشو يا ولدي. نعم. لا تتأخر عن صلاة العصر. حاضر. مع السلامة يا حاج. الله يسلمك. ايه رأيك كده ماشي تمام؟ تمام قوي. اخلع بقى يا سيد. شافت البوسة. شافتها يا سيد. اخلع بقى. الله الله. مع السلامة يا حاج. الله يسلمك يا ولدي لا تتأخر. ايه رأيك بقى في الحاج؟ زي ما قلتلك عليه بالظبط. ما تلحقيش تقعدي معاه خالص. نسمع ملاك فعلا. حلو قوي المحل ده. طب والتمر؟ حلو قوي. الحاج جايبه معاه من اخر عمره. ربنا يا رب يبارك لنا فيه. بس انا مندهش قوي يا لمياء يا حبيبتي. ليه يا حبيبي؟ اصلك يعني متشعلقه كده في دراعي عادي يعني، وكلمة حبيبي بقت سهلة قوي على لسانك. ما قولهاش لي يا حبيبي. ايه ده؟ فاطين؟ ايه ده؟ دي حركة دي ولا ايه؟ انا خفت اصل ياخدني نص. غريبة قوي. أول مرة يبقوا مؤدبين بالشكل ده. هما يقدروا يطولوا لسانهم عليك بعد اللي أنت عملته فيهم أول امبارح يا حبيبي. اصل انت عملت حاجات عمرك ما عملتها قبل كده، كنت حد تاني خالص. طب بقولك يا لمياء، احكي لي ايه بقى اللي انا عملته بالظبط وبالتفصيل. يعني ايه كل ده حصل علشان ميشو بقى مكان يوم واحد؟ يعني انا اللي كنت غلط؟ يعني ايه ميشو هو اللي صح؟ يعني انا كنت غلط يا دكتورة، ميشو هو اللي صح. مين بس اللي قال كده؟ كل حاجة بتقول كده. أنا لما حطيت نفسي مكانه شفت الدنيا على حقيقتها، ولما ميشو بقى مكاني عراني وشفت نفسي على حقيقتها. الناس كلها احترمت ميشو مش فاطين. بس ده مش معناه إن هو صح. سلوك المجتمع نفسه هو اللي غلط. يعني كل الناس غلط وانا اللي صح؟ حتى لو اللي حضرتك بتقوليه ده يا دكتورة صح، هبقى انا برضو اللي غلط، لاني نجم انا شاذ في وسط المجتمع رافضني ورافض سلوكي. يعني ايه؟ عايز تبقى غلط عشان تبقى زيهم؟ امال اعمل ايه بس؟ حاول تغيره دكتورة. وانا عارف اغير اخويا علشان اغيره. عارف يا فاطين، لو نجحت انك تغير ميشو اخوك، ساعتها سلوك المجتمع كله هيتغير لوحده، لان خلاص مش هيبقى فيه ميشو، هيبقى فاطين بس هو اللي موجود. قصدك ايه يا دكتورة؟ انا مش عايزاك تستسلم يا فاطين. انا عارفة انك صح، بس انا عايزاك انت كمان تتأكد من جواك انك صح. انت صحيح بتعوم عكس التيار ويمكن الموجة عالية عليك قوي، بس انت دلوقتي خلاص بقيت في وسط البحر. يعني يا هتعوم وتنجي نفسك، يا هتغرق ومحدش هيحس بيك. فطير حسيت برجليك. بص المفاجأة، جبت لك كتاب حكام مصر القديمة من أول الأسرة الأولى في عهد الملك نارمر. فطين 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 ماله فطين؟
لا 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 الله الله الله. بص بص بص. ايوه ده كلام ولا ملام؟ البروجرام النهارده هيعجبك جدا يا ميشو. اكيد طبعا يا ساره، انا بحب الموسيقى جدا وخصوصا بتاعه الاوبرا، ليها كده معزه خاصه عندي. انما ما قلتليش بقى ايه البروجرام النهارده؟ بص يا سيتي، السيمفونيه التاسعه لبيتهوفن بحبها قوي. والسيمفونيه الاربعين لموزارت. ياه وحشاني قوي الاربعين دي. ودبل كونشيرتو الباخ. دبل دهيل قوي. بص بقى كمان في مفاجاه تحبها جدا. ايوه كده، ايه بقى المفاجاه؟ اكيد جورج وسوف جاي النهارده صح؟ جورج؟ لا يعني قصدي ايه المفاجاه يا ساره؟ بص يا سيدي، السيمفونيه الناقصه لشوبار. السيمفونيه الناقصه لشوبار، يبقى اكيد هيكملوها النهارده صح؟ هيكملوها ايه يا ميشو؟ احنا هنلعبها النهارده، نعزفها. احنا هنلعبها صح. بص يا ميشو بقى، انا شكلي هتاخر كده، بص اشوفك بعد الحفله. اوكي ماشي يا ساره، وروحي ربنا يصلح حالك. منك لله يا فطين. شو برد ايه بس، وبيتهوفن ايه، وبخ ايه وكملت بقى بعازف الساكس. معلش بقى يا ساره، كان بودي اسمع السيمفونيه الناقصه بس مش ينفع. انا ما سبتش فطين من ساعه ما خرج من المدرسه لحد ما رجع البيت. المهم النتيجه. النتيجه ايه؟ لا هو كويس زي الفل. كويس ايه بونبوني؟ هو انا بسالك عن تقرير في الموضوع؟ يعني انا اصل الغلط يا فطين؟ هي دي الحقيقه يا عم انس. انا غلطان اللي حبيت اخليك نموذج للانسان المثالي اللي ما بقاش موجود دلوقتي. ادي قلتها، نموذج لانسان مش موجود. يعني ما ينفعش يتعامل مع الناس الموجودين، يعني يتحط في علبه ويبقى فاترينا للعرض وبس، وبقيت جوه العلبه مش عارف اخرج منها. قفلت عليك عشان كنت خايف عليك، وادي النتيجه. فشل في كل حاجه، وكل حاجة أنا بعملها أنت الوحيد اللي بتشوفها صح، بتشوفها نجاح. عملتني النموذج اللي أنت عايزه قدامك، ويفكرك بنفسك عشان تثبت لنفسك إن أنت كنت صح، إن أخوك زايد كان غلط. حتى ما بقيت نسخة منك، قافل على نفسي وسط كتبي، لحد ما بقيت كتاب زيهم مركون على الرف، محدش بيقرب مني غير اللي زيي، واللي زيي مش موجود. بقيت نسخة كتاب بس نسخة باهتة، عشان النسخة الأصلية هي كمان كانت باهتة. الله يسامحك يا فطين، الله يسامحك. انا هنزل بقى دلوقتي عشان واضح ان انا وجودي بيسبب لك ضيق، بس قبل ما انزل عايز اقول لك حاجه مهمه. عمك انس ما هوش نسخه باهته يا فطين. عمك انس اللي شاف الموت بعينيه في النكسة وما ماتش مش نسخة بقتة. عمك أنس اللي حارب وشاف زمايله بيموتوا قدام عينيه لحد ما جاب النصر مش نسخة بقتة. اللي رباك وعلمك يعني ايه أخلاق وسلوك وحب ووطن وحرية ما هواش نسخة بقتة. الناس بس اللي بتنسى، انت ظاهر بقيت زيهم عايز تنسى. انا هسيبك دلوقتي وانا عارف ان فطين ابني اللي ما خلفتوش هيرجع لي تاني بعد ما يهدى ويفكر، اني متأكد انك عارف مين الصح من الغلط. ايه
وهكذا لم يكن طريقي مفروشا بالورود وأنا أحاول تغيير أخي ميشو، ففي كل مرة يصيبني جرح ولكني أضمد جراحي وأتحمل حتى أحقق ما أتمناه لأخي، ولكن هذه المرة وبسبب أخي ميشو أيضا قد سبب لي جرح عميق لا أعرف كيف سأعالجه أو أداويه، وهذا الجرح هو أقرب إنسان لي في هذه الحياة، وهو عمي أنس. سامحني يا عمي أنس، فأنت الذي علمتني وقلت لي كن مثل الصياد الماهر الذي لا يخطئ فريسته، فعذرا عذرا لأنك أنت أول من أصابته سهامي. أنا الآن خجلا من نفسي ومنك عما اقترفته في حقك، ولكن عزائي الوحيد قول سوفوكليس: كلما زاد عدد الأمور التي يخجل منها الإنسان كان أقرب إلى الكمال. نوى على إيه يا ميشو؟ هي لو مشيت وتمت زي ما أنا عاوز هتبقى عملية العمر، وهتكسر كل أرقامك القياسية اللي فاتت، ولا تخليك كده أحسن؟ أحسن الوقعة في عملية زي دي هتبقى القاضية. بلاش مخاطرة. أيوة اهدى كده وخليك في الأمان، لأن اللي في دماغك ده مستحيل يتحقق.